أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا بكم ومرحبا في درس جديد وهو مراجعة للتربية الدينية للصفة الثانية الأكاديمية. تعالوا كده يا ما هو المقصود بالتضخيم؟ أنا ما أعرفش بيقول إيه التضخيم؟ هو تضخيم الحرف حين النطق به. هو إيه؟ تضخيم الحرف حين النطق به. طب ما الحروف التي تتضخم؟ الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، وهم مجموعين في كلمه غصه ضغط وقزم. خد بالك لما يجينا في الامتحان يقول لك ما الحروف التي تفخم؟ تقول الحروف الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. طب لما يقول لك هم مجموعين في كلمه ايه؟ لازم تقول غصه ضغط وقزم. اي مثلا في صوره الفرقان والمفروض انت دلوقتي تحفظها عشان ان شاء الله هدي لك الامتحان. ما المقصود بالفرقان؟ اين نزلت سورة الفرقان؟ نزلت في مكة قبل الهجرة. يبقى نزلت في مكة ومتى؟ قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. لماذا نزلت سورة الفرقان؟ نزلت سورة الفرقان للرد على أقوال المشركين المكذبين لدعوة الرسول. فنجد أن هناك كثيرا من المكذبين بدعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عليه ألف صلاة وسلام، صلوا عليه يا حبيبي اللي قاعدين في البيت. فهنجد وهي بترد على أقوال المشركين المكذبين لدعوة الرسول. ما المقصود بالفرقان؟ المقصود بالفرقان هو القرآن الكريم. يبقى ما المقصود بالفرقان؟ هو القرآن الكريم. لماذا سمى الله القرآن بالفرقان؟ لأنه فرق بين الحق والباطل. والثاني، ما المقصود بالتضخيم؟ هو تضخيم الحرف حين النطق به. ما الحروف التي تضخم؟ الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. أين نزلت سورة الفرقان؟ في مكة قبل الهجرة. لماذا نزلت سورة الفرقان؟ للرد على أقوال المشركين المكذبين لدعوة الرسول. ما المقصود بالفرقان؟ القرآن الكريم. لماذا سمى الله القرآن بالفرقان؟ لأنه فرق بين الحق والباطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به ولم تضلوا بعدي أبدا. وأطلق نقط. تركت فيكم ما إن تمسكتم به ولم تضلوا بعدي أبدا. أبدا إيه بقى؟ إيه الرسول تركه؟ كتاب الله وسنتي. يبقى لما يجي لك في الامتحان أكمل بقية الحديث. تركت فيكم ما إن تمسكتم به ولم تضلوا بعدي أبدا هو كتاب الله وسنتي. طيب ما المراد بتضلوا؟ تنحرفوا. ما المراد ما المراد بتضلوا؟ تنحرفوا. أي رسول محمد صلى الله عليه وسلم فرق لنا منهج وطريق مستقيم نسير عليه بحيث لا نحرف أبدا في الدنيا هو القرآن والسنة. وإحنا عارفين إن القرآن الكريم هو كتاب الله، أما السنة هو ما روي عن الحديث من قول أو فعل أو تقرير. يبقى ما مصادر التشريع في الاسلام؟ احنا بنطلب التشريع بتاعنا منين؟ من اول الاوامر والنواهي منين؟ من القران والسنه. الى ما يشير الحديث، الى التمسك بالقران والسنه والعمل بهما. الى ما يشير الحديث، الى التمسك بالعمل بالقران والسنه والعمل بهما. لما نحفظ الحديث ثاني: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. يلا سامع اللي في البيت بيقولوا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. هو إيه؟ كتاب الله وسنتي. مراد تضلوا تنحرفوا. ما مصدر التشريع في الإسلام؟ القرآن والسنة. إلى ما يشدنا الحديث؟ إلى التمسك بالقرآن والسنة والعمل بهما، مش بتمسك بس وكمان أعمل بهما. مرء التوحيد هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما ورد في سورة الإخلاص اللي هي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طب يبقى تاني، ما المقصود بالتوحيد؟ هو شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما ورد في سورة الإخلاص. ما قرين التوحيد؟ الحرية. ما قرين التوحيد؟ الحرية. طب لما قلنا كل الإصداع عليه صح أم خطأ؟ كل الرسالات السماوية دعت إلى التوحيد؟ صح. كل الرسالات السماوية دعت إلى التوحيد إيه؟ صح. تعالى كده من قصة أسامة بن زيد. صف زيد بن حارثة. يا فرعن، يا فرعن أي سن الشباب؟ يا فرعن يعني سن الشباب. ذو أنف أقطص، يعني أقطص من قصبة الرأس، يعني أقطص
منخفض قسمة الرأس، أسمر شديد السمرة. يلا نقول تاني، سيف زايد بن حارثة يافعا ذو أنف أفطس أسمر شديد الإيه؟ السمرة. ماذا قررت السيدة خديجة أن تقدم؟ زيد بن حارثة أن تقدم إيه؟ زيد بن حارثة أن تقدم زيد بن حارثة هدية للرسول. وإحنا عرفنا إن هي ذهبت إلى حكيم الحزام بأخيها وقالت له أن يذهب إلى السوق لشراء هناك، وبذلك اشترى زيد بن حارثة هدية للرسول. ما أول غزوة من غزوات الرسول؟ كانت غزوة بدر. يبقى ما أول غزوة من غزوات الرسول؟ بدر. كم كان عدد المسلمين في بدر؟ 300. كم كان عدد المسلمين في بدر؟ 300. وأتمنى لكم التوفيق والمذكرة الجيدة لعلكم تحصلون على درجات عالية. إلى اللقاء الآخر في مراجعة أخرى إن شاء الله.